السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحلى متتبعين فيديو جديد وصفة هائلة هائلة البنات غادي تنال الإعجاب ديالكم سهلة ومتوفرة في أي بيت كما كتشوفوا بنات عندنا الشمندر ما يعرف بالشمندر أو بالبطرف أو بالبربة غادي نحتاج بنات في هذا الماسك بس مكونين فقط غادي نحتاجو للبربه انا انا استعملت ثلاث أه, أه, بربه ثلاث شمندر حبات بتاعي الشمندر متوسطين أه, بس بنات اذا كنتوا مش حتحتفظوا به يعني في, في البراد استعملوا بس وحده يعني وحده كافيه مش بالضروره تكون عندكم هذه الاله أه, اذا ما كانت متوفره بنات يعني الطريقه التقليديه انكم تاخذوا البربه ولا الشمندر أه, تحكوها وت, وتعصروها وتاخذوا بس العصير بتاع الشمندر بنات كيف ما انتم شايفين هون آه ثلاث حبات الشمندر خرجوا لنا هذا يعني هذا هذه الكميه آه وضروري بنات هذاك العصير اللي آه عصرناه بتاع الشمندر حناخده وحنسخنوه آه يعني بس يدفى مش لدرجه انه يطبخ بس يكون دافي ونضيف له ونضيف له آه انا استعملت ثلاث معالق بتاع الشمندر ضفت لهم الجيلاتين ملعقه ونص نظيفة بنات تاكدوا من هذا الموضوع ان بشرتكم تكون نظيفه قبل وضع الماسك وتكون ناشفه تكون ناشفه البشره يعني انا دائما بستعمل هذا بتاع سيفورا جايين كده على شكل قطن بنضف الوجه كله الرقبه كمان وقبل ما يبرد الماسك عشان الماسك اذا برد مصيبه <applause> لازم يكون شكله سائل بهذا الشكل يعني هو يجمد بسرعه رهيبه يعني بدا يجمد لازم اعمل بسرعه الماسك في الاول لازم اعمل طبقه يعني رقيقه ونحاول ما ما نقربه تحت العين اوكي بنات يعني ما نقرب تحت العين هنعمل طبقة رقيقة وكذلك نتجنب الحواجب انا عندي فيديو كنت عملت ماسك بتاع ازالة الشعر من الوجه ونسيت وقربت كتير على الحواجب فكانت الكارتة الكارتة العضبة خلاص اقرب كمان لهنا اوكي يعني والنيف كمان محتاج ليش لا ينشف نخلي هذه الطبقه شويه تنشف بنات وبعدين نعمل الطبقه الثانيه عشان تشيل كل الرؤوس السوداء والبقع وكل شيء والوجه يصير زي البشرة البيبي ما لازم اتكلم يعني الماسك موجود على الوجه لازم لازم اسكت بس ما بقدر اسكت كيف ما انتم شايفين يعني ما صبرت ازيد الطبقه الثانيه احاول ما ما اقرب على العين يعني العين تحت العين اقدر كمان يعني هو خلاص بنات مثل ما انتم شايفين لازم الماسك ينشف تماما يعني هذا سر نجاح الماسك انه لازم ينشف تمام يعني يكون ناشف لما تمرروا صبعكم يكون ناشف وبعدين يعني انا والله ما ما عرفة الوقت يعني استغرق مني وقت كتير عشان ينشف ودي حن حنزيله لازم تزيلوه بهذه الطريقة يعني هو بيوجع كتير يعني مش هقول لكم الألم <applause> يا ناس أنا قل قلبت على مصري لازم تشيلوه بهذه الطريقة بنات يعني شويش بشويش 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 في زي ما انتم شايفين لازم تمسكوا يعني بايدكم اللحمه الجلد بتاع الوجه عشان ما ي... ما تتالموا كتير ودائما اي ماسك يوضع على الوجه ويكون بيلوف يعني يتشال بهذه الطريقه لازم لازم نشيله من التحت ممنوع يعني تشيلوه من الفوق لازم يتشال من التحت اوكي كيف ما أنتو شايفين يعني انا حاول اشيله في مره واحده شويه مر شويه وهو بيزيل كل بنات يعني صراحة جربوه يزيلكم كل التصبغات إذا داومتوا عليه يتشالوا هذه التصبغات وهذه النقطة السوداء اللي تكون في الوجه والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وكمان يعني ينظف لنا المسامات يعني انا لما اعمل هذا الماسك بحس نفسي زي ما مشيت للصالون بتاع التجميل وعملوا لي تنظيف عميق للوجه يعني النتيجه روعه بس امان عليكم جربوه جربوه ورد علي في الكومنت للكومنتس ويعني بارطاجوه باش باش الكل يستفيد هذا اذا استعملتيه مره في الاسبوع ولا كل 15 يوم حيشوف حي يعني حيبان لكم الفرق هو اكيد مش هقول لكم ما مش مؤلم مؤلم بس النتيجة تستاهل انك تتألم البعض الدقائق وبعدين النتيجة روعة 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 يا بنات آه كتير حلو ويعني شوفوا شوفوا بشرتي رجعت زي بشرة البيبي كتير 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 حلو وانتم يعني الفوائد بتاع الشمندر معروفة آه ويشيل الشعر الشعر من الوجه يتشال تماما يعني ما تحتاجوا تعملوا الخيط يعني إزالة الشعر شعر الوجه بالخيط ولا الحلاوة زي ما يقول ما تقولوا أنتو الحلاوة حنا نقولوا لاسير يعني هذا أحسن أحسن طريقة لتنظيف الوجه ويرجع لكم يعني البياض بتاع الوجه والنضارة وإشراقة للوجه ويسيك هذا الإحمرار يعني زي ما عمل الخدود الوردية اذا اذا شفتوا لاحظتوا في الفيديو انا استعملته كمان للشفايف عشان كمان الشفايف محتاجه يعني نشيلها هذه الخلايا الميته من من الجلد وزي ما تشوفوا انتوا هتلاحظوا يعني هو في في الفيديو ما يبانش بس انا لما زلت الماسك الرؤوس يعني الرؤوس الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وكل الخلايا الميته شوفوا هون اتزال يعني وانا اصلا انا فاكره نفسي اني ما عنديش هذه المسامات اللي يعني فيها هذا مش زي يعني الحاجات اللي تبقى من الميك اب ومن التلوث الخارجي. فهو بيشيل اي حاجة وكمان بنات اذا ما حبيتوا تعملوها على الوجه كله يمكن تعملوه بس على النيف عشان تشيلوا هذه الرؤوس السوداء والبقع الداكنة وكتير صراحة هذا الماسك كتير 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 حلو ومش مكلف يعني تمنه رخيص شوفوا شوفوا بشرتي ازاي رجت <applause> يعني مصدومة من النتيجة صراحة خلاص دلوقتي نشيل نشيل بتاع الوجه بنات بعد ما ضروري بنات بعد ما زولنا الماسك يفضل يفضل ان تغسلوا الوجه بميه بردة المية باردة عشان تسد المسامات وإذا كان عندكم قطعة ثلج فمرروا قطعة تل عشان نسد المسامات كيف ما تشوفوا هون شوفوا النتيجة يعني خدود وردية والله النتيجة روعة روعة حستعمل ماء الورد أنا بحب التونر ماء الورد بحبه كثير وخلاص أتمنى بنات ينال إعجابكم الفيديو اليوم وتكونوا استفدتوا وجربوا الوصفة وما, وما تنسوا تدعموني ولايك واشتراك وبارطاجيو باش تعم الفائده بموت عليكم بنات اتمنى نكون خفيفه الظل احسن بوسه لاحسن متتبعيني بموت عليكم باي باي